السلام عليكم شباب، جمعة مباركة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عافاكم الناس اللي كيخلصوا دابا، اللي خلصوا في بايونير و ترانسفور وايز، راه لي ترانزاكشنز يكونوا باندينغ. باش نقول لكم زعما فوقاش توقعوا يوصلكم لاكسي. لي ترانزاكشن اللي كتصيفطوا حتى في بايونير راه كتكون باندينغ، ومن اللي كتابروفا الترانزاكشن عاد التيم عندنا كيحتاج ما بين 24 ساعة حتى 72 ساعة على حسب الضغط وعلى حسب الخدمة. غير صبروا معانا الناس اللي خلصوا، راه لا تعطلنا عليكم من بعد ان الترانزاكسيون تابروفا 72 ساعه ماكسيموم، ان شاء الله غادي تكون عندكم لاكسي ديال البلاتفورم. شكرا بزاف، وسمحوا لي الا ما كنتش كنجاوب على لي ميساج ديالكم كاملين، لحقاش راني مشغول ديجا بالريكوردينغ، والتيم راه هو اللي مكلف لي ميساج. يعني الا عندكم شي اسئله سولوا في الباج ديال ويب تروبرونور باش تلقاو التيم اللي جاوبكم. انا في البريفي عندي ما كنقدرش نجاوب كلشي. شكرا بزاف وتهلاو لي فراسكم. والشباب الناس اللي دفعوا باش يخدموا كما كتشوفوا هنايا، راه 771 واحد، 771 واحد اللي دفع لينا باش يخدم. راه حنا كنفلتريو لي بروفيل دابا وكنكونتاكتيو شويه بشويه، يعني غير صبروا راه ما نسيناش الناس اللي مازال ما في خبرهمش على هذا. راه حنا كنشوفوا الناس اللي عندهم سكيلز يا يخدموا معنا، كنحتاجو حتى يخدموا معنا في البيرو ديال الاكاديمي، وكنحتاجهم يخدموا معنا ناس في البيروات اخرين، وتا كما قلت لكم مع الدراري صحابي اللي كيبغيو الناس يخدموا. سو هنا راه كنفلتريو لي بروفيل وكنت كونتاكتيو شويه بشويه. اللي باغي تسجل نخلي اللينك عاوتاني هنا باش تعمروه، غير عافاكم. ملي كنخدموا على هاد لي بروفيل اللي كيتصيفطوا، كنلقاو ما كنلقاوش لي ديتاي كاملين، كنلقى حاولوا كما قلت لكم عافاكم. عليكم شباب، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. طاري واحد الليبا، بزاف الناس كيسولوا نفس السؤال، من الاحسن خليو السؤال ديالكم هنا على ود الاكاديمي، وان شاء الله باش كلشي يشوف الجواب وما يتعاودوش نفس الاسئله. هذا ما كان.